اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه رقم 66 من الوك ثرو لجاد فور راجناروك. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي. بدنا نخلص الفاين، تمام؟ المره الماضيه بس خلصنا الهيلتير، فاخذنا ابجريد لليفايثان اكس، فهيك صار عندنا ماكس ليفل. هلا في كمان كويست راح نخلصه، فحيعطونا كمان ايتم وبصير عندنا ماكس ليفل. بالنسبة للأرمر، كونه قتلنا جزء كبير من البرزيركرز، ففي كان واحد من الأرمر اللي هو برزيركر. وينه؟ برزيركر جونتلتس اللي هم هدول. هلا احنا اثنين من البرزيركرز اللي قتلناهم، واحد اعطانا الجونتلتس وواحد اعطانا الويست. بالنسبة للتشيست راح ناخده هلا بس نقتل آخر واحد. هذا واحد من الشغلات اللي كتير قوية، ممكن تعمل له اكويب، لان زي ما شايفين هو بيزيد لنا السترينث وبنفس الوقت بيخلي الديفنس ساعتنا عاليه، تمام؟ طبعا مين للديفنس بتاثر بالتشست اللي لابسه. وين البرزيركر؟ هون هيو كويب. كويب اعمله للماكس ليفل. هلا ليش انا عملت ابجريد لهدول التنتين؟ لانه البيرك تاعتهم زي ما انتم شايفين، لما تاكل دمج او تعمل بلوك او تعمل باري بكون في عندك تشانس، مدره تشانس يعني، فرصه مش كثير مش ضعيفه انه يصير عندك سول اكسبلوجن. سول اكسبلوجن بيعمل دمج وبيقلل لك الكول داون، تمام؟ تبع الريليك. هدول بزيدوا لك كميه الهيل والريج اللي بتاخذهم من الستون. كمان واحد قوي كثير بس هذا اوفنسيف اكثر من ما انه ديفنسيف، اللي هو دراجون سكيل، فبرضه هذا انذر اوبشن تلعب فيه اند اوف جيم. اوكي، اعمل ابجريد للي بدك اياه، ما راح تفرق، بس خلي في بالك انه الارمر اللي بدك تلبسه بدك تعمل معاه ماتش، لا بدك تعمل معه ماتش للاميولت. اوكي، فمثلا الارمر اللي التشانس تاعته بتعتمد على الكول داون، مثلا بدك تروح تلبس رون بتزيد لك الكول داون، اللي بتعتمد على الديفنس التشانس للديفنس بدك تلبس اميلت تزيد لك الديفنس اند سو اون. ففور ناو انا ما راح، لسه ما جبنا تبع البرزيركر التشيست تاع البرزيركر لانه راح ناخذه من الزلمه اللي بدنا نقتله هلا، بس انتم شايفين هون قديش بيزيد لك السترينث بقلل لك الديفنس بشكل عام، تمام؟ فبالنسبة للأرمر أنا هيك شكلي لابس شغلات مش مظبوطة، لو تكبس مثلث بتقدر تغير الشكل، فالبس شكل اللي بيعجبك اللي بريحك. أنا راح أضلني مع الريفن تير كوني أنا شخص بحب اللون الأزرق، وراح يتغير على التنين إذا أنا مش غلطان ولا لا. وين الريفن تير؟ ريفن تير اوكي، انا غلطان لازم تغيروا عدد التنين. زي ما حكيت بالنسبه للاميوليت هلا اللي احنا لابسينه، هذا مش مرتبط بشغله، بس في شغلات مثلا زي زي ولا واحد بطل يطلع اللي زي اللي بدي اياه. بس anyway الاميوليت بامكانك تبدلها ترفع السترينث، يعني انا مثلا بدي السترينث يرفع فراح استخدم هاي. هاي بتزيد لك الماكسيمم اتش بي تاعك، فمو غلط تلبسها، بس بالمقابل بدي البس الشغلات تبعت السترينث. ليش شلت النيفلهايم؟ النيفلهايم اللي هي بزيد دمجك فوق ال 75%، بكون طول ما هيلثك فوق ال 75% دمجك بكون اكثر، بس بالمقابل احنا عندنا حاليا بس 2 بوس فايتس، فعشان هيك مش دائما هيلثي فوق ال 75%، فعشان هيك قررت اني اغيرها. خذ هاي مثلا حط ديفنس، وهون حط فيتاليتي نزيد الهيلث تاعنا. بالنسبه لفريا اخذنا اكسسوري جديده اللي هي نوكت بروفيسي. هاي كل ثلاث اسهم او كل سهمين الثالث بكون دمجه اعلى، او سوري مش دمجه اعلى، برمي سهم زياده. هون اخذنا نوب جديده بزيد لك كميه الستن لما تكون شاحن الاشي فل. وهون اخذنا كمان واحدة. هلا انا قاعد بلعب حوالين التايم شيفت، فلذلك راح اضلني على الناين ريلز
في البوميلز للثلاث اسلحه، والهلم او الريليك اللي بتزيد لك بتركز على التايم شيفت. فلو هون اول شيء في عندنا بيرزيركر، هذا الى حد ما صعب شوي حاليا، المفروض كهيلث وايز ودمجنا عليه يكون كثير منيح، بس هم دمجهم ستيل عالي، هم عباره عن ثلاثة بوسز، اثنين منهم بيشيروا نفس الهيلث بار واثنين منهم كاسترز، فراح يرموا عليك اوربس، راح يرموا عليك فاير ايس، كل الامور هاي، فبدك تنتبه عليهم وانت بتقتل الثالث او انك بتركز عليهم وبتمساك من الثاني. يور كول. شغله كثير مهمه وكثير راح تفرق معانا، لو تيجي هون الهيفي رونيك اتاك بدل الفوق اوف فيمبل وينتر ممكن تستخدم بريث اوف ثامر، لانه راح يعمل كميه دمج رهيبه، فاستخدمها هون. وبالنسبة لهاي خليها زي ما هي مش مشكلة، الباقي بيشتغلوا معاك زي ما بدك وزيادة. اوكي حنبلش الفايت. اقتل اللي بدك اياه في البداية، up to you. بلش بتايم شيفت، بلش بهاي، شايفين كمية دمج اللي بتعمله. معانا كمان تايم شيفت فليش ما نستخدمه. ممكن تغير على هدول كونه لكم واطي. تايم شيفت. اوكي هيك بكونوا ماتوا، ضايل لنا هاد. باري اضرب، باري اضرب. باري اضرب. هذا 3 اوكي. And if you thought his berserkers were tough, well, I've been thinking about what you said, brother. Maybe it's time to let this go. Slurping up a dead man's soul with this old sword isn't going to change the past. It is good to hear you say that. وهيك اخذنا التشيست تبع البرزيركرز. After all your lecturing on vengeance and spite, it is not wise to let a malevolent spirit wander Midgard. واخذنا فروزن فليم، فهلا بنقدر نعمل ابجريد لليفايثان اكس، يصير ماكس ليفل. هلا بالنسبه لهون في عندنا هذا الصندوق، هذا الصندوق صعب شوي لانه بس بدك تعمل البوزيشن تاعك يكون صح، بدك تكون قريب ترمي، بمجرد ما تضرب تسحب الاكس. اوكي هون ضايل لنا اخر شيء اللي هم الريمنانتس اوف اسجارد، هدول تو، هدول عباره عن اثنين ميني بوس، اثنين هيلثهم عالي. حاول يكون الكول داونز عندك جاهزه عشان بمجرد ما تبدا تبلش بالكول داونز. خلينا نروح نشوف شو بصير معنا. اوكي وانا في هيل برباي. اوكي
تونا معانا تايم شيفت. وهلا التايم شيفت. شايفين التايم شيفت قديش بيساعد؟ هاي الأول مات. تايم شيفت. تاك. دبل تاب. اوكي وهيك بكونوا ماتوا. هيك بنكون خلصنا هذا الكويست. Are you satisfied? Perhaps the realms may finally find peace and healing. تمام. هلا من هون عندنا تو اوبشنز، يا اما بنروح بنجرب بنقتل البرزيركر كينج اللي هو لحد ما صعب، يا اما بنروح بنعمل الكروسابلز وبنكمل ليفلينج. بس احنا تقريبا كل شيء معانا ماكس ليفل، حتى الاكس هلا راح نمكسه. الشيء الوحيد اللي ضايل لنا مش ماكس ليفل هو التشيست اللي لابسينه، والتشيست راح ناخده الابجريد ماتيريال تاعته حناخدها من مسفلهايم. فبدي اروح اجرب الكينج. احكي عنه شوي هذا الفايت. هلا كينج هرولف هذا الزلمه عنده ضربات ال11 بيرزيركر التانيين اللي قتلناهم، تمام؟ ال11 كلهم هذا عنده ضرباته. ف اول شغله راح يكون عنده ضربتين، هذول الضربتين ضروري جدا تعملهم انتربت. اوكي، واحدة من هدول الضربات بوقف بنص الارينا وبيطلع عنده دائرتين لونهم ازرق، فبدك تركض باتجاهه وتعمل له انتربت، او تستخدم واحدة من اللايت رونيك اتاكس تبعون السبير، تمام. الثانية بوقف بالجو وبيطلع حواليه دائرة حمراء، فبس يوقف بالجو ما يضرب اي اشي بيعمل باي كاست، بدك ترمي عليه السبير او ترمي عليه الاكس. عنده ثلاث او اربع ضربات بتقدر تعملهم باري، تنتين منهم تشارج، واحدة بكون على الارض وبعمل تشارج باتجاهك فيو كان باري، ثانية بنط في الجو بعمل تشارج باتجاهك تعمل له باري. والضربتين الثانيين بكون بوكسات، اوكي، فواحدة من البوكسات تعملها باري والضرب الثاني راح يوقف عندك، وبايديه الثنتين راح يصير يعمل كاست وبيطلع اليمنت في وجهك. هاي انا بفضل انها ما تعملها باري، ابعد عنه. ممكن ينط عليك ويحط بويزن على الارض فهي بدك تركض منها. بيستخدم الأربعة إليمنتس الفروست والفاير والبويزن والباي فروست، فممكن يرمي عليك أربع طبات، فالأربع طبات تعمل عنهم دوج. لما يرمي طبتين بإمكانك تعمل باري وترجع بالفولو أب أتاك ترمي عليه الضربة الثانية. ممكن يوقف بنص الأرينا أو جنبك ويحط حواليه دائرة بويزن كتير كبيرة، فهاي بتحلها بواحدة من تنتين، يا بتعمل له انتربت بواحدة من الرونيك أتاكس يا إما بتهرب من الدائرة. ايش في عنده كمان؟ باخر فيز اخر ربع من هيلثه في عندك مثلا مدة دقيقة انه طول ما انت جنبه راح يحط عليك باي فروست حتى لو ما عم تاكل منه دمج، هيلثك كله حيتحول باي فروست، فهاي بدك تحاول يا اما تضلك تعمل باري وليترالي ما تاكل اي دمج، يا اما بدك تضلك تضرب من بعيد وتضلك تهرب منه لحد ما يخلص هذا الفيز. غير هيك بضرب على الارض الاليمنتس فبصير يطلع لك خط فاير او خط كهرباء او خط
فروست، فبدك تعمل له دوج. واي بيليف ذاتس ات من ناحيه الضربات. اذا في شيء ثاني راح احكيه از وي جو. طبعا بالنسبه للارمر زي ما انا لابس هلا، البس الريفن تير بالتشست، وهون البس البرزيركر وميك شور انهم ماكس ليفل. هون البس اللي بريحك، يعني انا اللي لابسهم بهدول هاي تبعت الدوج، لانه بحط عليك هو ستاتس، فالدوج تاعتك راح تقلل شو اسمه، راح تقلل مده الدوت اللي موجوده عليك. وتاعت الفيوري، هي تاعت الفيوري اللي ممكن اغيرها، هاي بتزيد لك كميه او الوقت تبع الريلم شيفت، فهي كثير ضروريه بالنسبه للوقت اللي بلعب فيه. Provide extra charge of هدول skill gauge and the charge lost when getting it is greatly reduced. اوكي، هاي راح تكون كثير احسن من هاي. هاي الكومبو فينيشر اللي هو مثلا R1 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 بعدين R2 مثلا، راح يعطيك extra charge من الelements. تمام، ولما تروح منك هاي التشارج الدمج اللي بتاكله بكون اقل لمره واحده. طبعا اوكي فور ناو. شغله ثانيه، السبارتان ريج استخدم الفالر، او انا شخصيا راح بفضل اني استخدم الفالر، لسبب انك لو ضليت على الفيوري كميه الهيل اللي راح تهيلها ما راح تكون كثير كبيره. الفالور بتصير كل ما تشوف حالك هيلثك نزل منيح تستخدمها، فبترجع بتهيل وتصرف منها الريج. بالنسبه لهدول خلينا زي ما احنا، فيلا نبدا الفايت. از وي جو راح احاول احكي شو الشغلات لازم نعملها. اول ما يبدا الفايت راح يهاجم عليك، فيا بتعمل دوج يا بتعمل باري، بعدين بتبلش الكومبو، بتبلش تايم شيفت، بعدين تضرب ضربات الكومبو تاعتك. اوكي، هاي تعملها دوج، هلا تايم شيفت واتاك، ضرب هاي، ما تعطيه اي فرصة، ارجع للسبير اتاك. هاي لازم تعملها انترابت، صح المشكلة كنت في نص الاشي ما قدرت اعمل انترابت. هاي دوج دوج باري فولو اب باري. هاي يا بتعملها انتربت يا بتطلع من الدائرة، ممكن تستخدم بعديها فور هيل. هذا الدوج كان بدري. هاي باري لما يرمي عليك الاوربس ارمي عليها الويبون. هاي الانتربت استخدم فور هيل. هذول يا بتعملهم باري يا بتعملهم دوج. هاي الضربه اللي حكيت دائما اعملها دوج كثير احسن من انه تعملها باري. بس يرمي هذول فك اللوك واركض باري. هاي بامكانك تعملها باري باري فولو اب. تايم شيفت كل ما يجهز معك تايم شيفت اعمله. باري باري تاك. راح يبلش يحط على حاله شيل، فحول على الويبون اللي عليه الشيل المناسب. هيك حول على البويزون باري تاك باري تاك باري اتاك. تايم شيفت تاك
زي ما انت شايفين حول لاكس انتربت. ماي باد. باري. ابتعد ابتعد. اركض دبل تاب. باري باري اتاك. هاي ممكن يضربها مرتين زي هيك. اطلع من الدائرة. التايم شيفت اللي معاك هذا خليه لحد ما يروح على الفيز اللي حيضل يضرب علينا باي فروس. رجع برضو لهاي. ارمي لاكس. هاي كانت متأخر. هون راح يرمي ثلاث دوائر، الثلاث دوائر هاي راح يكون فيها فروست. باري. هاي ابعد عنها. ابعد. هاي دائما بضربها مرتين ورا بعض. كثير قليل ما يضربها مرة واحدة. باري. 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 هلا راح يبلش فيز الباي فروست. انتبه. ضربها مرة ثانية. هيل. على طول انتربت. باري. تاك هيم اجين. هذول الدوائر تعون لفروست. ابعد عنهم. باري. ار 3. ايش تبم. وهيك بتكون اخذت تروفي لانك قتلت كينج رول. واحد من الفايتس الصعبة اول مرة بقتله وان شوت. طبعا بتاخذ هيلث اوف كوفان. هاي واحدة كثير قوية راح نستخدمها. ديفنتلي راح نستخدمها. خليني البسها من هلا عشان ما انسى. اميولت مش اميولت. هاي ريليك. هاي ديفنتلي لازم استخدمها. هاي شفت احنا كل هدفنا ناخذ السيف اللي معه. بمجرد ما تاخذ السيف ضربها تحط السيف
هذول السيوف راح يضلوا يضربوا اي او اي طول ما في حواليهم انيميز، فهي كثير قويه انك تستخدمها. واذا بدك تخلي التايم شيفت على الويبونز تاعونك خليهم، بدك تغير وترجع لشيء ثاني ارجع، بس هون كثير ضروري انك تستخدم التايم شيفت او الريلم شيفت عشان موضوع الفيز تبع الباي فروست. تمام، فانت بتخلص الفيز تبع الباي فروست ديورينج الريلم شيفت، لانه هو عباره عن الجزء القبل الاخير من هيلث البوس. اوكي، هو الجزء القبل الاخير من هيلث البوس، بمجرد ما راح هداك بترجع امورك طبيعيه. ايش فايت صعب صراحه. دن هلا ضايل لنا بس موسفلهايم، في عنا الكروسابل ترايلز، وزائد كمان فايت صعب اللي هو فايت تبع جنا اللي هي كوين اوف فالكيريز. فان شاء الله ضايل لنا حلقه تنتين بالكثير ان شاء الله ونكون مخلصين. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس، بنشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.